السلام عليكم. كثيرا ما نتداول أسماء الشهور الهجرية ولا نعرف سبب تسميتها، ما هو أصل تسمية الشهور الهجرية؟ نبدأ بشهر محرم الحرام، سمي بذلك لأنه أحد الأشهر الحرم عند العرب. صفر سمي صفر لأن ديار العرب كانت تخلو من أهلها في هذا الشهر بخروجهم إلى الحرب بعد شهر محرم، ويقال اصفرت الدار إذا خلت، ربيع الأول وربيع الثاني أو الآخر لوقوعهما في فصل الربيع، جماد الأولى وجماد الآخرة لأنهما يأتيان في الشتاء حيث يتجمد الماء. رجب كان العرب يعظمونه بترك القتال فيه، وشعبان كانت القبائل تتشعب للحرب والإغارات بعد تركهم لها في شهر رجب. رمضان المبارك اشتق من كلمة الرمضاء لوقوعه في وقت اشتداد الحر والقر. شوال لأن الإبل كانت تشول فيها بأذنابها، أي ترفعها طلبا للتلقيح. ذو القعدة حيث كانت العرب تقعد فيه عن القتال. ذو الحجة وهو الشهر الذي يقام فيه موسم الحج. كل عام وأنتم بخير، اللهم متعنا بعمرة أو بحجة، وحرم على أجسادنا النار، واجعل حياتنا في الدنيا ربيعا مثمرا للخيرات والحسنات الآن وبعد الممات، إنه سميع مجيب. السلام عليكم.